يعني عايزه اتكلم على المشهد ده، خاصه ان انا قبل ما ادخل الهوا الرئيس اشرف غني الرئيس الافغاني الاسبق زي ما خلاص بقى يقولوا او السابق السابق بيقول ان انا عملت كده علشان يعني اوقف اراقه دماء الشعب الافغاني ماشي، لكن في مشهدين انا شايفاهم في كابول مش قادره افهمهم. مشهد ناس سعيده بطالبان واقفه بتهلل لهم ومنظر المطار وكمية الناس اللي بتحاول الهرب وبكاء الوزيرة الأفغانية وزيرة التعليم الأفغاني خوفا على المرأة الأفغانية لأنه خلاص لا هتشوف تعليم، وهم قالوا السيدات اللي يجب أن يعودوا للنقاب مرة أخرى، خلاص المرأة حقوقها بتروح شوية بشوية، ده غير بقى السفارات وكل بقى ماشي بقى. خلينا نتكلم على المشهد في أفغانستان بصورة شاملة شوية. حركة طالبان عام 1996 استولت على البلاد واستولت على السلطة ودخلت كابول زي ما حضرتك تفضلتي، ولكن مشهد 96 هناك فارق كبير جدا في 21. 96 كان حركة طالبان كانت حركة ناشئة، حركة خرجت من بطن يعني مجمل صراعات في الإقليم، حرب بالوكالة ما بين الجانب الأمريكي والجانب الروسي عقب اجتياح الاتحاد السوفيتي سنة 79 للحدود الأفغانية واحتلاله أفغانستان وقيام هذه الحرب التي أودت أيضا بفكرة التواجد السياسي، كانت من ضمن أسباب انهيار الاتحاد السوفيتي هي خسارة حرب أفغانستان على المدى الطويل. وشفنا قد إيه هناك عديد الدول الإقليمية في الشرق الأوسط تحديدا بالشراكة مع الجانب الأمريكي فتحت المجال لانتقال هؤلاء المقاتلين إلى الساحات الأفغانية، ومن هنا ظهر تنظيم القاعدة، ومن هنا قويت شوكة ما يسمى الجماعة الإسلامية بالإضافة إلى تنظيم الجهاد. أيضا رد الفعل العكسي على بيئة الإرهاب التي نشأت في أفغانستان كان المنتج بتاعها كان منتج سريع جدا خلال 5 سنوات، هو أحداث 11 سبتمبر وتدمير برجي التجارة ويقظة العالم المفاجئة فيما يتعلق فيما آلت إليه الأمور في أفغانستان. الهجوم الأمريكي في 2001 عقب أحداث 11 سبتمبر أو 2002 تحديدا كان له رؤية أخرى وكان له رؤية جديدة، عشان كده هقول لحضرتك في هناك تفاصيل كتيرة جدا مهمة جدا أن احنا نعرفها، وهو التطور الكوني كمان، يعني 96 غير 21 لحركة طالبان نفسها. حركة طالبان طورت من نفسها وجددت من نفسها. كانت الحركة بتعتمد على البشتون أو يعني القومية الأكثر أو العرقية الأكثر اللي منها كرزاي نفسه، وهم من دول من السنة من المسلمين السنة، وهي كانت بكل تأكيد كانت الحركة صنيعة المخابرات الباكستانية في الأول في فترة التسعينات وبتاع، لأن كانت باكستان مطالبة أن تدافع عن أمنها القومي وده حق مشروع بالنسبة لها، وكانت المرجعيات كلها أغلب المرجعيات الدينية التي أنشأت هذه الحركة على صلة وثيقة ومباشرة بالمخابرات الباكستانية. خلينا نتفق على هذا. ما بعد أحداث 11 سبتمبر وما بعد تدمير تنظيم القاعدة وبنيته الأساسية ومهاجمة طالبان حدث هناك تطور في أجيال جديدة من حركة طالبان. هذا التطور الكوني على مدار 20 عام بكل تأكيد الحركة النهاردة ما أصبحتش مجموعة من الشباب غير مكتمل التعليم، الحركة بقى فيها كوادر متعلمة، الحركة وسعت من إدراكها السياسي واستوعبت قوميات أخرى وعرقيات أخرى من داخل المجتمع الأفغاني، واستوعبت من الشيعة واستوعبت من الطاجيك واستوعبت من مجمل أطياف القوميات اللي موجودة في أفغانستان. فهنا حركة طالبان 96 غير حركة طالبان 21 بكل تأكيد. النقطة الثانية حضرتك، حدث تفاوض على مدار 3 شهور متصلة في الدوحة في قطر ما بين الحكومة الشرعية في أفغانستان بقيادة أشرف غني ووزرائه وما بين قيادات حركة طالبان. العلاقات في حركة طالبان في أفغانستان في مجملها هي علاقات قبلية بالأساس، لا توجد كيانات سياسية بمفهوم الكيانات السياسية أو أحزاب سياسية، لا توجد حالة سياسية في أفغانستان، ما زال ما يحكم أفغانستان هي الانحيازات القبلية والانحيازات الدينية. علشان كده لما كان ملك أفغانستان بيحكم كان عنده حاجة اسمه مجلس الوجهاء اللي هو اللواء جيرجا، اللواء جيرجا أو الجيرجا دي كانت يعني محفل لكبار التجار ووجهاء المجتمع
دول ما لهمش علاقة بالبرلمان، اللي هو جيرجا ده كان هم اللي بيحددوا السياسات وهم اللي بيحددوا كيف تسير أفغانستان. احنا حتى الآن لم نخرج من هذا. ما يتم الآن الآتي: حركة طالبان لن تستأثر بالسلطة ولن تستولي على السلطة كاملة. تشكلت بالأمس لجنة ثلاثية لإدارة ملف التفاوض وملف نقل السلطة والشراكة في إدارة البلاد بقيادة حميد كرزاي وعبد الله عبد الله وقلب الدين حكمة يارب. رجع تاني ظهرت الأسامي طبعا يا فندم. عاد للمشهد لأن الحزب الإسلامي بقيادة قلب الدين حكمة يار لم ينتهي ولديه القدرات العسكرية القديمة، يستطيع تشكيل قدرات عسكرية، والتاجيك أيضا يستطيع هذا، ويعني كل الأطياف اللي موجودة في أفغانستان تستطيع حمل السلاح. ولكن الجميع الآن يعني مال إلى فكرة العمل السياسي، ودي النقطة المهمة جدا. أنا بقول لحضرتك يعني ده وجهة نظري وتحليلي السياسي، أن حركة طالبان لن تكون حركة طالبان 96، ولكن هي حركة متطورة قادرة على الحديث مع الآخر، قادرة على فكرة إدارة الدولة بالشراكة. وده اللي احنا هنتفاجئ بيه المرحلة اللي جاية، نتفاجئ بيه بشكل الطرف الآخر مع طالبان هيبقى مين؟ هنتفاجئ بأن مرونة حركة طالبان في فكرة التعاون داخل أفغانستان دون إملاءات من الخارج، دون إملاءات من الخارج. يعني المرحلة اللي جاية هنجد أن النعرة القومية للشعب الأفغاني هي اللي هتعلو فوق فكرة الاختلاف. فوق فكرة الاختلاف. الثلاثي اللي أنا كلمت حضرتك عليه هو له تاريخ كبير جدا في عالم السياسة، بالنسبة لحميد كرزاي وعبد الله عبد الله وقلب الدين حكمة يار، هم دول بيعتبروا الثلاثة الحكماء في أفغانستان، ويستطيعوا مع حركة طالبان أو رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان إعادة صياغة الأمور بصورة تحافظ على كيان الدولة الأفغانية. وبأكد لحضرتك أن ما تم استثماره في الجيش الأفغاني على مدار العشرين سنة الماضية 300 ألف مقاتل مدربين ومسلحين، وصرف عليهم أكثر من 90 مليار دولار أمريكيا على مدار العشرين عام لن يكون هدرا، بس سيتم تجمعهم مرة أخرى. وهذه النقطة انهار قدام طالبان، لم ينهار يعني احنا لا ده احنا شفنا يعني أكثر من قائد في الجيش بيسلم وبيقول مع السلامة، وده حصل. لا هو مش بيقول مع السلامة، هو قال له حضرتك هو الجيوش حضرتك الوطنية لا تدافع عن أنظمة سياسية، الجيوش الوطنية تدافع عن مقدرات الدولة نفسها.